لكثرة ماله، ويقولون إن الغنى ملازم للطغيان إلا من أنجاه الله تعالى، مثل ما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يا رب يطغى؟ أن رآه استغنى. وتجد فعلا بعض الناس متى يزداد غيا وطغيانا وظلما للناس وجرأة على أكل حقوقهم؟ إذا كثر ماله وارتفع عزه وشرفه بينهم فبغى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: باباني، كان فيهم رواه الترمذي، بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، ما هما يا رسول الله؟ قال: البغي والعقوق. البغي وهو الظلم، والعقوق يعني عقوق الرحم، سواء عقوق الوالد أو الوالدة أو عقوق الرحم عموما. قال: البغي والعقوق. والباغي هو الذي تعجل له عقوباته. ذكروا أن هارون الرشيد لما سجن يحيى البرمكي في نكبة البرامكة المعروفة في التاريخ، تعرفون أنه في التاريخ أسرار، من ضمن أسرار التاريخ ما يسمى بنكبة البرامكة. هارون الرشيد كان صاحب للبرامكة، وذكروا أن هارون الرشيد البرامكة هم أهله من الرضاعة. أصلا يحيى البرمكي اللي هو شيخ البرامكة الشايب حقهم هو أبو هارون الرشيد من الرضاعة، والفضل ابن يحيى البرمكي وخالد ابن يحيى البرمكي كلهم يعتبرون إخوانا لهارون الرشيد من الرضاعة، إخوان الخليفة. استيقظ يوما هارون الرشيد وأمر بجمع البرامكة وقتلهم، وفيما هو معروف في التاريخ بنكبة البرامكة، وسجن يحيى البرمكي وولده خالد. ويقولون إن هارون الرشيد سئل، قيل له: لما فعلت بالمرامكة ما فعلت؟ فقال: والله لو أعلم أن يدي هذه تعرف لقطعتها. من شدة حرصه على كتمان السبب إلى الآن ما يعرف. ذكر أشياء طبعا من ضمن يعني ما يعرف من ضمن ما يذكر في التاريخ، لكن لا أريد أن أضيع وقت المحاضرة فيه، لكن ذكر أسباب. الشاهد أن يحيى البرمكي لما نكب وألقي في السجن وقتل ابنه الفضل وذهب بماله وشرد أولاده وجلس هو وابنه خالد في السجن، وكان السجان يمنع عنهم الحطب زيادة في تعذيبهما بشدة البرد، ويعني وجد من الشدة والعنت ما لم يتعود عليه أبدا، نكبة. فقال خالد يوما لأبيه: يا أبتي، ما ترى السبب فيما وقع علينا؟ احنا ما سوينا شيء هارون، ليش يا ربي استيقظ في الصبح وعمل هالعملة هذه؟ فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل، نمنا عنها ولم ينم الله عنها، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، وعند الله تجتمع الخصوم. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالحسنات والسيئات. كم من عين باتت باكية ويد ارتفعت شاكية من مظلوم مقهور، والظالم نايم ولا يضحك ولا يدري إن فيه ناس يهزون أبواب السماء بأنواع الدعاء عليها، ما يدري. بغى، وللبغي سهام تنتظر. البغي سهام تطلق عليك، تطلق على الباغي، ينتظر أن تصيبه في أي لحظة. يمكن هالسهم هذا ما يصيبه والثاني ما يصيبه، لكنه يصيبه سهم منها. وأحيانا ربما يكون بعض المصائب التي نزلت عليك بسبب دعوة من مظلوم أنت ما تدري عنها. ربما يمرض ولدك وتتعب وتنفق من مالك وتعيش هم وغم ولا تدري أنها دعوة مظلوم عليك. ربما واحد يأتي ويتسلف منك مال 10,000 20,000 100,000 مليون، يقول لك أرده لك بعد كذا، ثم لا يرده وتتعب ومطالبات، وهي دعوة مظلوم ربما منعته 100
درهم ولا 200 درهم سرت بليل غفلت عنها ولم يغفل الله عنها. ربما يبتلى الإنسان في وظيفته ولا يبتلى في جسده ولا يبتلى بشيء وهو ما يدري، لكن بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق، البغي والعقوق. يقول الله تعالى في الحديث الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وجد مرض الموت قام عليه الصلاة والسلام وقد عصب رأسه بعصابة من شدة الحمى، ورقى على المنبر كما في صحيح مسلم، ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يقف من شدة الجهد، وكان عليه الصلاة والسلام عنده حمى شديدة، حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو مريض وعليه لحافان، فوضع يده من فوق اللحافان فشعر بحرارة الجسد شدة الحمى، رقى النبي عليه الصلاة والسلام المنبر، ترك الفراش والراحة ورقى المنبر وأمر بلالا ودعا الناس. تتوقعون دعاهم لأجل إيش وهو ما بقي له عليه الصلاة والسلام على وفاته إلا أيام ربما ساعات؟ وقف عليه الصلاة والسلام وقال: ما وقف بل جلس، لم يستطع أن يقف فجلس. لذلك الصحابي اللي روى يقول: ورأيته جالسا على المنبر وقال: أيها الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بين أظهركم، ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ثم جعل يلتفت بعينين متعبتين مريضتين إلى الناس، فما رأى أحدا قام، فقال بأبي هو وأمي: ولا يخشى الشحناء، لحد يخاف أني أزعل إذا قام وقال: أنت ضربتني بغير حق، أضربك مثل ما ضربتني، ولا أنت شتمتني يوم بقوم أشتمك مثل ما، لا، لا يخشى الشحناء، فإنها ليست من شأني، أنا ما أحقد على أحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو حللني، ما دام ما في أحد بيقوم يقول أنت ظلمتني، طيب، أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب.